تواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة مع انطلاقات أشواط سن الإجذاع والأشواط المفتوحة، تنطلق على بركة الله عبر قناة الريان، وتاسع الأشواط ينطلق الخاص للإبكار الجذاع من مسافة 5 كيلومترات. نبدأ بالمركز الأول، الحذرة من هجنة شحانية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر هذه شدايد من هجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، وثالث الأسماء في هذه اللحظات الشام خالي سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع مدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوش، يقدم لنا الشامخة على ثالث المراكز، النقلة على رابع المراكز في هذه اللحظات منصورة من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، يقدم منصورة على رابع المراكز، بينما المركز الخامس المدينة من هجن الشحانية مع المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى ونداؤنا الأول، وعودة مباشرة مع الصدارة مع ركب المقدمة، أتابع المركز الأول الحذر على الصدارة، الصملة في المركز الأول من هجن الشحانية مع أيضا العملاق عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي، يقدم لنا الصملة على أول المراكز، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري وشعار هجنة الشحانية تواصل ويقدم شدايد مع ثاني مراكز وثالث الأسماء في هذه الانطلاقة من الشامخة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع المضمر عامر المدهوشي، يتابع انطلاقة الشامخة على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع اللي تسللت في هذه اللحظات وانتقلت مباشرة إلى ثالث المراكز المدينة من هجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان، ومن الجانب الآخر اللي غيرت وتسللت في هذه اللحظات هنا عولمة من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. المركز الخامس الشامخة تتراجع لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سامر بن عامر سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، مضمر ومتابع لانطلاقة الشامخة على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وعودة مباشرة مع الصدارة مع الصاملة، ولا زالت صاملة حتى هذه اللحظة مع شعار هجنة الشحانية مع أيضا العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، يقدم لنا الصاملة على أول المراكز والثاني المراكز من الجانب الآخر، عولمة تنطلق في هذه اللحظات وتغير على حساب صاملة بالمركز الأول من هجنة الشحانية مع أيضا الذهبي سالم بن فران المري، وثالث الأسماء في هذه اللحظات التقدم والانطلاق من المدينة من هجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، وأيضا رابع مراكز الشامخة تنطلق لسعادة الشيخ فيصل بن جاسم بن فيصل الثاني مع المضمر سالم بن عامر بن راشد المدهوش، ينطلق في هذه اللحظات مع رابع المراكز وخامس المراكز، أتابع الانطلاقة من شدايد من هجن الشحانية مع أيضا المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وعودة إلى مقدمة الشوط مع الصدارة، أتابع عولمة تنطلق في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري، وثاني المراكز الصملة تنطلق في هذه اللحظات ويقدمها العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، وشعار هجنة الشحانية تواصل مع ثلاث المراكز الأولى والمركز الثالث، أتابع المدينة من هجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، ورابع المراكز من الجانب الآخر أرى الاسم القادم والانطلاق من ريتاج من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما النقلة على خامس المراكز أرى وأتابع الشامخة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع المضمر سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وعودة مباشرة مع الصدارة مع المركز الأول، عودة
الأول لما تنطلق في هذا الشوط وفي هذا التحدي من هجنة شحانية مع أيضا الذهبي سالم الفران المري يقدم حوله مع الأول مركز مع كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية عن خط الناموس وتسجيل نقطة مميزة هنا في ميدان الشحانية. المركز الثاني الصملة تنطلق على ثاني مراكز من هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والثالث الأسماء في هذه اللحظات والقدوم والانطلاق والتحدي من شعاع من هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ورابع الأسماء وتابع المشاغب مع ريتاج من هجن الشحانية مع أيضا محمد بن خالد العطية وخامس الأسماء في هذه اللحظات والتقدم أيضا من الشامخة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع المضمر سالم بن عامر بن راشد المدهوشي ولكن عودة مع افتتاح لوحة الكيلو المتر الأخير عن خط النهاية عن الناموس عن الفوز وعولة ما لا زالت على الصدارة تنطلق في هذا التحدي من هجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري يقدم لنا عولة مع الأول المراكز وينطلق مع عولة ما بالمركز الأول المركز الثاني وتابع الانطلاقة من الصملة من تحتل المركز الثاني من هجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ولكن القدوم في هذه اللحظات والانطلاقة من شعاع من هجن الشحاني وأيضا الشامخة تصل وتحتل المركز الرابع من هجن أو سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وأيضا قدوم من همة من هجن الشحانية مع أيضا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا المتابعين الكرام عودة إلى الشوط عودة إلى المركز الأول مع مقدمة الشوط وتابع الصملة من تحتل المركز الأول وغيرت في هذه اللحظات وانطلقت في هذا التحدي من هجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يضمر ويتابع الصملة في أول المراكز وينطلق في هذه اللحظات مع الأمتار الأخيرة مع الميتين متر الأخيرة يعلن تواجد شعار هجنة الشحانية مع المراكز الأولى وينطلق مع صملة على أول المراكز لهجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم الصملة على أول المراكز وينطلق تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية على فوز الصملة بالمركز الأول والتهاني للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني وصلت عولمة من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثالث وصل شعاع من هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع كان الوصول من همة من هجن الشحانية. المركز الخامس رهوة من هجن الشحانية. إذا المتابعين الكرام تهانينا وناموس لهجن الشحانية على فوز الصملة بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط والتهاني إلى العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ما قدم صملة إلى خط النهاية بالتوقيت وقدره 7:58 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني جاءت في عولمة من هجن الشحانية مع أيضا الذهبي سالم بن فران المري 7:59 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت شعاع من هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والتوقيت الزمني 8:00 بدون ثواني 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع.